رفعت يوسف، احمد رفعت، تقدم لها احمد، وضعها احمد، وضعها احمد، سيد البلد، مدد 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 الاتحاد، سيد البلد، مدد 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 الاتحاد، سيد البلد، هذا لسان حال المدرج الاتحادي، الاتحاد يتقدم لاول الاهداف في اللحظات الاخيره من شوط المباراه الاول، الاتحاد يفعلها هو اللي يضع بصمة الأولى من نقطة الجزاء. أكوي تحصل على هذه الكرة وعلى هذه اللعبة وعلى اللقطة الأخيرة في اللحظات الأخيرة في شوط المباراة الأول، والاتحاد يتقدم بهدف أول، الاتحاد يتقدم بهدف أول عن طريق أحمد رفعت، أحمد رفعت، اسمع 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 الآن، مدد 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 الاتحاد، سيد البلد، المدرج الاتحادي، وهزوجة تعودنا عليها، هزوجة تعودنا عليها منذ سنوات. السيد السيد سالم، نقل كرة عرضية، الثاني نعم، الثاني الثاني السلام، خالد عمر، خالد عمر يظهر، خالد عمر ويسجل الثاني في شوط المباراة الثاني. أصبحت النتيجة 2، وجماهير الاتحاد تردد على طريق الثلاثي أضواء المسرح. يا خالد عمر، لو جبت الجول لأرش الملعب سكر وليمون. خالد يسجل الآن، خالد يسجل الآن ويسعد جماهير الاتحاد السكندري. خالد عمر، ظهر خالد، ظهر العمر خالد ليسجل الهدف الثاني للاتحاد السكندري. في كل مباراة لابد من بصمة لخالد، في كل لقاء لابد من بصمة لخالد، يسعد جماهير الاتحاد ويسجل هدف ثاني في شوط المباراة الثاني بهذه الكرة العرضية بهذه المهارة من السيد سالم. لعيب عاجبني هذا اللاعب، السيد سالم ممتاز، سيد سالم ممتاز، اللاعب اللي كما ذكرت كان قريبا من الزمالك في يناير الماضي يسجل.